یه صلوات دشمن شکن عنایت کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين نحمده بعدد ذرات الموجودات حمدا أزليا أبديا سرمديا پس از درود حق مطلق و ذات برحق صلوات زاکیات و تحیات مربعات نثار ارواح مطهره مقدسه جمیع انبیا و اولیا سیما سید المرسلین و رحمت للعالمین اشرف النبیین المتمکن فی مقام او ادنا و المقرب الی الله حتی تدلا سیدنا فی الوجود صاحب لواء الحمد و المقام المحمود حبیب الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سر الاسرار و مشرق الانوار حقیقت نقطة البوئية وأصل الحياة المائية الاسم الأعظم والمظهر الأتم باب الله وبواء علم الله مجمع علوم الأنبياء ومرجع السلاسل الأولياء مظهر العجائب ومظهر الغرائب النجم الصاغب مولانا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والجوهرة القدسية والهوراء الإنسية سيدة النساء وصندوق مصاحف الأولياء البتول الأزرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها والنور اللامع والحسن الجامع الجمول الأبين ومجلى سر حضرة زلمان والغوث الطالع من الأيمن أبي محمد الحسن صلوات الله عليه والزهور العشق الأعلى المتوحد بالهمة العليا مقصد العرفاء وأبي الأولياء وخمس أصحاب الكسا وسيد الشهداء سر الله الأتم وسور الله الأعظم المقدس عن الشين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه وسيد المجردين وزين العابدين وسند الزاهدين وكاشف أسرار الإرفان إنسان العين وعين الإنسان مجمع البحرين المقدس عن الشين الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه وحافظ مارج اليقين وبارس علوم المرسلين النبأ العظيم والصراط المستقيم وكاشف حقائق البواطن والظواهر ومجمع علوم الأوائل والأواخر الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه والبحر المواج والسراج البهاج مجدد الإسلام وناشر دين خير الأنام القرآن الناطق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه وكليم أيمن الإمامة وشجرة طور الكرامة صاحب الرق المنشور والبيت المأمور والبحر المسجور بأمر دين القائم مولانا الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليه وناشر سنة الدين ومرجع أهل اليقين الإنسان اللاهوتي والروح الناسوتي كهف النفوس القدسية قوس الأقطاب الإنسية الكنز الغيبي والقرآن اللاريبي صدر الورى بدر الدجا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وباب الله المفتوح وكتابه المشروع ظل الله الممدود وسر أسرار الوجود سيد الأولياء وسند الأصفياء غاية الظهور والإيجاد الإمام التقي محمد بن علي الجبا صلوات الله عليه ومفتاح خزائن الوجود وحافظ مكامن الغيوب الناصح الزكي والهاد المتقي تيار جف الأزل والأبد الإمام النقي علي بن محمد صلوات الله عليه والبحر الزاخر والنور الظاهر انغوء قوف القدم والصوئد من غوت الهمم المؤتمن الأسكري الإمام حسن بن علي صلوات الله عليه وكمال النشأة ونشأة الكمال وجمال الجمع ومجمع الجمال سر سرائر الألوهية وكن حقائق الربوبية الاسم الأعظم وناموس الله الأقدم غواصية من رحمانية مسلك لاية الرحيمية دور تجلي الألوهية بقية الله في الأرض
الغائب في الأسرار الظاهرية، والهادي للطرق الغيبية، والقائم المهد المؤتمن، حجة ابن الحسن، أجل الله تعالى فرجه. بس أول السلسلة بو بتاريخه كنز المعرف غليل المعرف، شيخ المشايخ شيخ معروف كرخي طاب السرام، وصاحب العلم البفي والزاهد السفي بالحسن، شيخ سري سغتي طاب السرام، وأول الأقطاب في الغيبة وبو بأبواب التاريخة، سيد الطائفة ورأس علماء الشريعة، مظهر الحقيقة، العالم الهادي شيخ جنید بغدادی طاب السرام، و مربج الشریعة و مکمل الطریقة، الواصل الی ربه الباری احمد ابن محمد شیخ ابو علی رودباری طاب السرام، و جامع المراتب و مجمع المطالب و مرجع للمفاخر و المناقب الحسن ابن محمد شیخ ابو علی کاتب طاب السرام، و مشرق الأنوار ومشرق الأسرار وزين الأبرار وشرف الأخيار سعيد بن سلام شيخ أبي عمران المغربي طاب السرار، وفخر الأولي والأدوني ومجلى كلمتكم فكوني ومشرق النور اللامكوني شيخ أبو القاسم جركوني طاب السرار، والعالم بأمر الله وناشر دين الله تبهر ناموسی ابن عبدالله شیخ ابو بکر توسی طاب السرام، و جامع العلوم والمعارف و مجمع الکرامات والمکاشف العالم العالی شیخ احمد توسی غزالی طاب السرام، و الفاضل السمدانی و العارف الفاضل الودادی و الکاشف سر المبادی شیخ ابو الفضل بغدادی طاب السرام، و کاشف الآیات و صاحب الكرامات و خوارق العادات شيخ ابو البركات طاب السرام، والعالم الاساسي والزاهد المواصي والمحقق الاسطوسي شيخ ابو مسعود اندلسي طاب السرام، وباب مدائن العرفان ولب علوم الايقان وكاشف رموز القران الزاهد المعتمن شعيب بن حسين شيخ ابي مدين صاحب السرام، وصاحب الفتوحات الغربيه والهادي الى الحقائق السريه ابو الفتوح شيخ ابو السيد سعيدي طاب السرام، والعارف الوفي والكامل الوافي والزاهد الصوفي شيخ كمال الدين كوفي طاب السرام، والصالح الباصل والمرشد الكامل والسالك الواصل شيخ صالح بربري طاب السرام، وجامع الطرفين ونزيل الحرمين ركن الدين وأصل المسلمين شيخ عبد الله يوفي طاب السرام، ورئيس السلسلة يا أبي الطائفة وسيد الطريقة القطب الأزلي والعالم العلي ابن عبد الله شاه سيد نور الدين نعمة الله ولي طاب السرام، وجعل الجنة مسوى وابن شاه سيد نعمة الله العارف بأمر الله ومجلى أسرار الله مير شاه برهان الدين خليل الله طاب السرام، وابن برهان الدين السالك الأكمل والعالم الأجل وعرف السر الأبدي والأزل مير شاه حبيب الدين محب الله الأول صاحب السرام، والزاهد الأعدل وتسبيح الجمال الأجمل والسيد الأبجل مير شاه كمال الدين عطية الله الأول صاحب السرام، وفخر الأولي والأدوني وحقيقة سبع المساني مير شاه برهان الدين خليل الله الثاني صاحب
بسره فمن بالكملات القبل والسيد العالم المجلل ميشو شمس الدين محمد الأول صاب السرا ومشيد المباني ومظهر الرموز والمعاني وصاحب اليقين الشهودي والعياني ميشو حبيب الدين محب الله ثاني طاب السرا ومجمع الجمع القرآني في مظاهر الفرق الفرغاني وعلم العلم البياني ميشو شمس الدين محمد ثاني طاب و قباس البحر صبحانی مظهر الاوائل و مظهر السبانی العالم الربانی می شو کمال الدین اتیت الله ثانی تا و سران و نجل الاولیاء و ظهور الاسمیاء و ختم الاتقیاء از سید الممجد می شو شمس الدین محمد ثالث تا و سران و شیخ الجلیل والفاضل النبيل والمظهر الأسير الحميد المؤتمن مولانا شيخ محمود ساكن الدكان طاب السرا والسفي الكامل والحكيم العامل تاج العلي والدني شيخ شمس الدين دكاني طاب السرا ومروج الشريعة ومهدي الطريقة العارف الولی و سلطان سنی رضا علی شاه دکنی تا بسرا و مجدد سلسلت رضویه شیخ المشایخ الشهید فی سبیل الله و ناشر آیات الله السید معصوم علی شاه تا بسرا و باب طریقه و وجه الحقیقه سیاه مدن العبد والعزل و سباه بهار العلم والعمل نور علی شاه اول صاحب سرا و جامع العلوم الاوائل والاواخر و مجمع اصول المناقب والمفاخر قطب سلسله بعد از رضا علی شاه مولانا حسین علی شاه اصفهانی تا بسرا و الفرید تبیانی و صراط المستقیم المیزانی مولانا مجذوب علی شاه همدانی تا بسرا و وجه الله و مرجع عباد الله و مسبح بهار تنزیع الله مولانا الحاج میرزا زین العابدین شیروانی مست علی شاه تا بسرا و صدر العلماء و بدر العرفا العالم المجرد والمجلل المصدق الواصل الى الله مولانا الحاج ميرزا زين العابدين شيرازي رحمت علي شاه طاب السرا و نور الاولياء و بدر الاصفياء المقرم الى الله مولانا الحاج آقا محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی تا بسرا و سلطان العرفا و زین الحکما و رأس العلماء از زهد الاتم و الخلق الاعظم و باقر علوم اولاد آدم مولانا الحاج مدلا سلطان محمد بیدختی گنبادی سلطان علی شاه تا بسرا و جعل الجنة مسوا و نور الانوار و مظهر الاسرار ذل وقار و سکینه المتخصص بالهمة العلية الصادق العلي والصابر الولي مولانا الحاج ملا علي نور علي شاه ثاني قدس سره سبحانه ابن سلطان علي شاه
طاب سرا و ملجأ الامجاد و ملاذ الاوتاد العالم السمدانی و العارف السبحانی المؤید به تقییدات ربانیه و مبین الاسرار الالهیه قطب العارفین و صالح المؤمنین آیت الله العظمى فی الارضین المولى المعتمن مولانا الحاج شیخ محمد حسن صالح علی شاه قدس الله سر العزیز سلیل جلیل حضرت های نور علی شاه تا و سرا و قطب العارفین و ملجع سالکین نتیجت الاولیاء و زبدت الاسفیاء زین العرفا و قرت عین الفقرا ملازن المحترم و مولان المعظم الحاج سلطان حسین تابنده رضا علی شاه تا بسرا سلیل جلیل حضرت های صالح علی شاه تا بسرا و قدوت العارفی و قبلت و سالکین جامع شریعت و طریقه المتخلق بالاخلاق الحسنه محبوب اولیاء الله مولانا و مقتدان الحاج علی آقا تابنده محبوب علی شاه تاب سرا سلیل جلیل حضرت های رضا علی شاه تاب سرا و قطب العارفی الهادی للشریعت و طریقه و المنتهی فالفقر و الفنا مرزی اولیاء الله مولانا و مقتدانا حضرت های حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علی شاه تاب سرا سلیل جلیل حضرت های صالح علی شاه تا بسرا و از برای قوت ظاهر و باطن جمیع راه نمایان دین سیگم و دوام فوزه ظاهری و باطنی گفت و ظهور کمالات سوری و معنوی حضرت صاحب نصر جلیل سلالت و سادات مولانا المعظم و سیدنا المکرم حضرت آی حاج مهندس معمار سید علی رضا جذبی ثابت علی شاه ارواحنا فدا سلیل جلیل عارف جلیل القدر و شیخ بزرگوار جناب حاج سید هبت الله جذبی ثابت علی رضوان الله علی و برای ظهور و خروج حضرت صاحب الامر و الاسر و الزمان و خلیفت الرحمن و امام الانس و الجان جلال الله تعالی فرجه و جهت ذکر دوام و فکر مدام جمیع اهل سلوک الفاتحه. و از برای صحت و سلامتی وجود مبارک متولی محترم مولازاده مکرم آقای دکتر محمود آقا تابنده و توفیق خدام و خدمت فرمایان این واقعه مبارکه متبرکه مخصوصا آنان که موفق به خدمت مولی گشته و وقف نمودند، آنان که تلاوت کلام الله نموده یا هر گونه خدمتی به جا می آورند و از برای آمرزش و راحت ارواح اموات جمیع مؤمنین و مؤمنات عارفین و عارفات مخصوصا متونین و متونات در این بقعه مقدسه عالی سماوات و صحنهای با برکات اخلاص و از برای بقای ازدیاد شوق و مودت
سلسله فقرا و رفعت و شوکت و نصرت علم صاحب این خانقا و شادی فقرا و دوستانه